بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً اليوم جينا مدينة سيوة الشريف في السن. طبعاً هذه بعد على طريق حد اسمه الأركان. طبعاً في الأول زي ما تقول بداية السن أو في الوسط، يعني بعد ما تعدى جام شورو يجيك بعض ماجي، يعني بعدين السن، وبعدين يجيك قرية تشتشر، وبعدين يجيك لكي، بعدين يجيك سيوة. طبعا لسه قبل دادو، هذه المنطقة قبل دادو. طبعا احنا جينا هنا المنطقة هذه سيوة شريف، نوريكم بعض الاشياء اللي موجودة في سيوة شريف. طبعا حنزور ان شاء الله على الحديقة بعض الحدائق اللي موجودة في سيوة شريف، وكذلك فيه متحف، وكذلك فيه سد النهر نهر السند، وفي بعض الاسواق كذلك الشعبية موجودة في سيوة شريف. ان شاء الله راح اعطيكم التفاصيل باذن الله تعالى. السلام عليكم. طبعا هذه يجينا اليوم ميوزيم بالسيوان شريف، حنشوف الميوزيم من داخل. طبعا هذه الحضارة القديمة ايام زمان، اللي هو من ايام اجداد اجدادنا، يعني علموك التاريخ القديمة كيف كانت. هذه ست الحبايب المطبخ، ما شاء الله بتطبخ. طبعا هذه بعض الاثار القديمه ايام السند، اشياء شرشف واللبس تاريخ السند. وهذول بعض ست الحبايب برضو كذلك، ايام زمان كان الشرشف هذا السرير كانوا يستخدمونه في السرير زمان. هذه بعض الشراشف أيام زمان، اللي هو تاريخ ما زال إلى الآن بيستخدمونه كذلك. وهذا الشيخ يبيع شراشف السند. طبعا زمان كان يصلحون الجرة زي كذا، هذه كذا جاهزة. وهذه السلة حق الخبز، جهز السلة كانت تصنعها ست الحبايب. طبعا زمان كانوا يصلحون الخشب. يا سلام، وهذا اللبس السندي الأصل. هذه بعض الملابس النسائية والإكسسوارات أيام زمان، الإكسسوارات كانوا يستخدمونها زي كده. زي ما قلنا هذه بعض الملابس والإكسسوارات القديمة من أحد التواريخ، الإكسسوارات وهذه بعض الملابس النسائية لأيام زمان اللي كانوا يلبسونها زي كده. تاريخ السند وتاريخ بلوشستان كذلك، اللبس البلوشي واللبس السندي. طبعا هذا من احدى القلعة القديمة اللي هو في سيوان شريف. طبعا هذه بعض المصاحف وبعض الكتب ايام زمان اللي كانوا يستخدمونها. طبعا زمان كان يستخدمون بعض الأشياء هذه القديمة، الحضارة القديمة، بعض المناظر، بعض الصحون، وهذه الكاسات أيام زمان كان يستخدمونها زي كذا، دلة
الشاي والموية. هذه بعض الأشياء أيام زمان، هذه يورونك التاريخ، الحضارة القديمة. طبعا هذه بعض الأسلحة القديمة أيام زمان اللي كانوا يستخدمونها، هذه بعض السيوف والخنجر، وهذه بعض الأسلحة القديمة. طبعا هذا هو المتحف، وهذه الحديقة الصغيرة داخل المتحف. طبعا هذه بعض الأسواق اللي موجودة في سيمن شريف. طبعا هذا السد حق سيمن شريف، حق النهر. طبعا هذه حديقة اسمها لال باغ، طبعا حديقة كبيرة، طبعا قسم العوائل وقسم الشباب كذلك موجودة، حديقة معروفة كبيرة ما شاء الله في سيوان شريف. هذه حديقة لال باغ. طبعا حديقة ما شاء الله مرتبة للعوائل. طبعا زي ما قلنا هذا هو السد حق النهر، وهذه سكة الحديد حق القطار، وهذا هو النهر.